أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة رحمن بضر الله أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني إذا لفي ضلال مبين وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين